نكلمكم النهاردة عن الشروط اللي لازم توفرها لإنشاء منحل أو عمل مشروع المنحل. نمرة واحد، قرب المنطقة اللي هننشئ فيها المنحل من المناطق الزراعية والمحاصيل المزهرة. نمرة اتنين، وجود مصدر للماء العذب المتجدد داخل منطقة المنحل. نمرة ثلاثة، بعد منطقة المنحل عن الطرق السريعة وطرق القطارات أو أي مصادر للضوضاء. نمرة أربعة، وجود مصدات للرياح في الجهة الشمالية والجهة الغربية اللي هي بتجيب الرياح الشديدة حتى لو من الغاب أو من شجر الجزورين. نمرة خمسة، خلو منطقة المنحل ما تكونش منطقة موبوءة بالآفات والحشرات، تكون منطقة نظيفة. نمرة ستة، يكون في طريق ممهد يوصل لحد المنحل نفسه عشان يسهل الانتقال للمنحل.